تحاول حواء أن توقف بكاء طفل قريبتها عواء التي كانت منشغلة ببقية أطفالها والعناية بوالدتها المريضة. نزحت العائلة إلى هذا الوادي بعد أن دمرت فيضانات نهر أواش قريتها في مديرية حروكا بإقليم عفار شمال شرقي إثيوبيا. أخذت المياه كل ما نملك، فقدنا مواشينا مصدر رزقنا ودمرت منازلنا، وأصبحت الأسرة بلا مال ولا غذاء ولا دواء ولا سكن، وهو حال جميع سكان قريتنا والقرى المجاورة. عشرات الأسر تنتظر هنا كي يتم إجلاؤها من مدنها وقراها التي غمرتها المياه، حاملة معها قليلا من المتاع والغذاء وكثيرا من الحزن والحسرة على فقدان ممتلكاتها وحقولها ومراعيها التي جرفها فيضان نهر الأواش. زيادة منسوب مياه الأمطار في إثيوبيا هذا العام تحولت إلى كارثة تسبب فيها فيضان النهر الذي غمرت مياهه مئات القرى في إقليم عفار وحولتها إلى جزر معزولة حوصر داخلها البشر والحيوان، ولم تعد هناك وسيلة للخروج منها سوى هذه القوارب الصغيرة التي وفرتها حكومة الإقليم لنقل الناس إلى أماكن أكثر أمانا. لكن آلاف الأسر لا تزال محاصرة وتنتظر إجلاءها قبل انتشار الأمراض والأوبئة بينها. كما تشاهدون حجم الكارثة الإنسانية كبير في مديرية عمي برا، بل في جميع محافظات الإقليم. نحاول في الحكومة الإقليمية تقديم المساعدات الأولية لهم بهذه المروحيات المقدمة من الحكومة الفيدرالية، لكن ذلك لا يكفي، فعدد النازحين قد تجاوز 200,000 والعالقون أكثر. من على متن الطائرة الوحيدة التي تنقل العالقين شاهدنا حجم الكارثة. رأينا القرى المغمورة بالماء إضافة إلى آلاف الهكتارات من مزارع القطن والقمح وقصب السكر التي دمرها الفيضان، وهو ما يعني كارثة اقتصادية للحكومة التي تعتمد على هذه المحاصيل في جزء من ميزانيتها، فيما أصبح هؤلاء بلا أمان ولا غذاء في انتظار المجهول. عبد الكريم الخياطي، الجزيرة، إقليم عفار، شمال شرقي إثيوبيا.